السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن الاكتئاب، خصوصا أن الاكتئاب من الأمراض المنتشرة بشكل كبير في المجتمعات وقليل من الناس بيحكوا عنها، وأنه أي شخص بكون عنده خبرة أو معلومات عن الاكتئاب بيقدر يساعد الأشخاص اللي حواليه أو يساعد نفسه بحالة أنه أصيب بالاكتئاب أو تعرض لأعراض الاكتئاب. بداية، الاكتئاب ما بيفرق ما بين شخص غني أو فقير أو كبير أو صغير، يعني خصوصا لما نسمع عن شخصيات مثل الممثل الكوميدي المشهور روبن ويليامز اللي أصيب بالاكتئاب ومن ثم أنهى حياته، أو حتى أنه رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل كان يعاني من الاكتئاب. فالاكتئاب مشكلة مش بعيدة عن أي شخص، وأي شخص في مجال أنه يعاني من الاكتئاب. طيب، هسه بدنا نحكي شو هو الاكتئاب. البعض عرف الاكتئاب على أنه الشعور بالخوف من كل شيء ومن لا شيء، أنك بتكون خايف من كل إشي بس ما في إشي شيء محدد أنت بتكون خايف منه. في البعض عرف الاكتئاب على أنه عدم القدرة على الشعور بالسعادة أو الشعور بالمتعة، وهذا الحكي بيصيب الإنسان جراء العديد من الأسباب. ومن أسباب الاكتئاب، بعض العلماء حددوا أنه أسباب الاكتئاب بتكون أسباب جينية، خصوصاً أنه في حتى الأطفال عندهم اكتئاب. بقول لك في بعض الأطفال اللي بتكون أمه تعرضت للاكتئاب يصاب هو أيضاً بالاكتئاب، ويصاب بالاكتئاب خلال عمر 3 شهور. فبالتالي بعض العلماء يحددوا أنه الاكتئاب قد يؤدي أو قد ينتقل بالجينات. بعض العلماء اعتبروا أن الاكتئاب عبارة عن سلوك مكتسب من البيئة أو شعور مكتسب من البيئة، خصوصا أنه البيئة اللي الشخص بيشعر فيها بالملل والوحدة ومع عدم أنه ما في حدا حواليه. طبعا الوحدة هي من أهم أسباب الشعور بالاكتئاب، وما في حدا بالبشر كلياتهم بعيد على أنه يصاب بالوحدة. طبعا الوحدة هي أكثر من درجة، لأنه إحنا كبشر التطور اللي صار بأدمغتنا ما بتوافق مع التطور التكنولوجي والكبير اللي صار بالأيام هذه. يعني أيام زمان، أيام ما كنا هانترز أند جاذرز، هذيك الأيام كنا إحنا أكبر قبيلة نشوفها أو أكبر مجتمع بشري نشوفه يكون 50 أو 100 واحد. فالأشخاص اللي ما بتعرفهم أنت بحياتك قلال كثير، وإذا شفت أي شخص بحياتك أو أي شخص غريب عنك بتحس إنه الشخص هذا خطر مهدد عليك. ولكن بالعقل اللاواعي عندنا هذا الحكي بعده لحد الآن مخيف. فبالتالي أي شخص عنده استعداد أنه يصاب بالوحدة. طيب، هسا إحنا بنحكي عن علاج الاكتئاب. إذا أنت مثلا عرفت حدا مصاب بحالة اكتئاب أو مصاب بدرجات الوحدة، كيف في مجال أنك تعالجه أو تتعامل معه أو تساعده، أو حتى يمكن أنك تساعد نفسك. أول إشي بيعالج الاكتئاب هو التدين. حسب الدراسات، التدين والتهيئة الدينية السليمة هي أكبر إشي بيخلي البني آدم أنه يقاوم الصدمات النفسية أو الصدمات اللي بتصير جراء التعرض لمسببات خارجية. وهاي الصدمات النفسية بتؤدي إلى ارتباك في كيمياء الدماغ، وبالتالي العقل بصير يعمل بشكل فوضوي. فالتهيئة الدينية السليمة هي بتؤدي إلى أنه الجسم أو الشخص يقدر يتحمل هاي التغييرات اللي بتصير بحياته. قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حين اقتراب موعد الصلاة ينادي على مؤذن النبي السيد بلال الحبشي ويقول له أرحنا بها يا بلال. صدق رسول الله الكريم. فبالتالي الشعائر الدينية هي من الأمور المريحة جدا، وبتعمل تهيئة نفسية وبتجعل الجسم والدماغ قادر على تحمل الصدمات النفسية الكثيرة اللي ممكن يواجهها الشخص في حياته. الأمر الثاني اللي ممكن يساعد الشخص المصاب بالاكتئاب أنه يحيط نفسه بكثير من الأشخاص اللي بيحبهم أو اللي بيحبوه، لأنه أكثر إشي بيساعد الشخص اللي مصاب بالاكتئاب هو الترابط الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية، ويكون أنه حس أنه حواليه العديد من الناس. حتى أنت مثلا لو في شخص حسيت أنه مصاب بالاكتئاب، حاول تقرب معه وحاول تحكي معه عن موضوع الاكتئاب، عن عدة مواضيع احكي معه وكون قريب منه وحاول تحكي معه عن موضوع الاكتئاب. حتى هو لما يفهم أنه موضوع الاكتئاب هذا إشي عادي وشكل مرضي عادي، بيقدر هو الآن يتعامل مع الموضوع هذا. خصوصا أنه الاكتئاب قد يتطور إلى سلوك عدواني، أو يتطور أنه الشخص يصير يفكر أفكار عدوانية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، وقد يؤدي بنهاية الأمر إلى إنهاء حياته. يعني حسب الدراسات اللي صارت، 90% من الأشخاص اللي حاولوا أنهم ينهوا حياتهم ما عادوا تجربة مرة ثانية، لأنهم شعروا بقيمة الحياة وشعروا أنه في ناس حواليهم. فبالتالي التوعية بهذا الموضوع
والشرح للناس انه قيمه الحياه قديش، شرح الناس المصابين بالاكتئاب عن قيمه الحياه وانه في ناس حواليهم قد يؤدي من شد ازرهم وانهم ما يصابوا بمضاعفات الاكتئاب. فبالتالي الاكتئاب مرض ممكن انك تتعامل معه، وممكن انك تقوم بمساعده شخص مصاب بالاكتئاب، وما تسمح الامور انه تتطور انه يؤذي نفسه او يؤذي الاخرين. وطبعا من الطرق اللي بنقدر نعالج فيها الاكتئاب هو استخدام الادويه والعقاقير. طبعا هذه الادويه والعقاقير تستخدم حسب وصفات طبيه من الاطباء المختصين، لانه الاطباء عارفين انه هذا مرض ويجب علاجه، ممكن هم يحددوا حجم الاكتئاب او درجه حده الاكتئاب، وبالتالي يحدد نوعيه الدواء. في انواع كثيره من الانتي ديبريسانت بيسموها الادويه مضاده للاكتئاب، هاي الادويه تعطي توازن لكيمياء المخ وتعطي توازن للنواقل العصبيه الموجوده بالمخ، وبالتالي الانسان اذا توازنت الكيمياء المخ عنده في مجال انه يكمل حياته بطرق سليمه. فبالتالي الادويه المضاده للاكتئاب مهمه جدا وفي مجال انها تساعد بشكل كبير. طبعا هي بعد مده معينه راح يوقف عن الشخص اذا تخلص من اعراض الاكتئاب او من المشاكل اللي بسببها الاكتئاب، في مجال انه يتخلص منها من خلال الانسحاب المتدرج. الانسحاب المتدرج بحيث انك تقلل الجرعه بكميات بسيطه او بكميات مع وفق جدول زمني معين، بحيث انك بالنهايه توقف عن استخدام هذه الانتي ديبريسانت او مضادات الاكتئاب. وطبعا اضافه الى العلاج النفسي والدعم المجتمعي، لانه الشخص الدعم المجتمعي اللي بلاقيه من المحيط فيه، وطبعا اول دعم مجتمعي بلاقيه الشخص من العائله والاسره. فبالتالي العائله والاسره عليها مهمه كبيره انها تدعم الشخص وانها تساعده في التخلص من اعراض الاكتئاب او التخلص من المسببات اللي قد تسبب الاكتئاب. اقوى دعم نفسي قد يجده الشخص في الاسره وفي العائله، ومن ثم قد يكون يجده في محيط العمل او يجده في المحيط المجتمع اللي هو موجود فيه. فالان انت اذا شفت اي شخص بيعاني من اعراض الاكتئاب، اي شخص عنده مشاكل قد تتطور نتيجه الشعور المدمن بالملل او الشعور بالوحده او بدا يتعرض للاكتئاب، في مجال انك تساعده، انك تشرح له عن الاكتئاب وتحكي له عن الامور هاي، او اقل ما فيها تقدم له الدعم النفسي والدعم المعنوي حتى انه ما تتطور معه الامور وما تصل الاكتئاب الى مرحله متقدمه تؤدي الى تهديد حياته لا سمح الله، او انه يؤذي نفسه او يؤذي حدا من الاخرين. وشكرا لكم على الاستماع، واتمنى انكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتشيروا الفيديو حتى انه يصل لاكبر عدد ممكن، حتى انها تعم الفائده، لانه القضيه هذه قضيه بصير منها كثير من المشاكل وكثير من المصائب وقليل بنحكى فيها بالمجتمعات. وشكرا لكم على الاستماع مره ثانيه، وريت انكم تعملوا متابعه على قناتي، قناه الدكتور عمر ابو زيد. واذا في عندكم اي موضوع معين حابين نحكي فيه او شيء موضوع علمي او صحي نحكي فيه، يا ريت تكتبونا بالتعليقات. شكرا لكم على المتابعه.